في حين أن الناحية الشمالية فقد تم تخصيصها لدورات المياه ومتوضئا للمصلين. يوجد للمسجد مدخلين كبيرين من الجهة الشمالية والغربية، وتعلوهما قبتان صغيرتان على كل مدخل، ويؤدي كل مدخل للطابق العلوي، بينما يوجد في زاوية التقاء المدخلين مكان منارة المسجد المئذنة، والتي سيصل ارتفاعها إلى 44 متر، والتي ستعبر بشموخها عن الارتباط الروحي بين استقلال إندونيسيا عن الاستعمار الهولندي واستقلال فلسطين عن الاحتلال الإسرائيلي إن شاء الله.